لا خلاص لا خلاص بالرغم من التهجير والاغتراب ورغما عن أنف الصعاب، شباب وشابات، رجال ونساء من شتى المناطق، كافة الأعمار والمستويات، خرجوا ليجددوا بيعتهم لثورة العزة والكرامة. مرت 10 سنوات على ثورتنا وما زلنا على العهد ماضون. 10 سنوات ذاق فيها الشعب السوري كافة أنواع العذاب والويلات التي من الممكن أن يقاسيها إنسان أو يتحملها، من قصف بالأسلحة المحرمة دولياً ومن همجية مطلقة ومجازر قام بها النظام في المناطق التي انتشرت بها الثورة، قتل الأطفال واعتقل الشيوخ ولم يراعي حرمة، بدد شمل العائلات وغربهم وشتتهم بعد أن قتل منهم وسجن وعذب من يريد. عشر سنوات وما زلنا، ومهما طال ليل الظلم والظالمين لابد أن تتحرك سحب الظلام وتمطر نيرانا تحرق الظالمين لتشرق شمس الحرية بعد طول انتظار. كاميرا الفرات رافقت مظاهرة مدينة إعزاز لإحياء الذكرى السنوية 10 للثورة السورية المباركة. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.